أهلا وسهلا بمشاهدي الجزيرة مباشرة الأعزاء في هاشتاج الآن. نافذة متجددة للحدث الأمريكي بعين عربية تتابعون فيها: انقلاب سياسي، انتصار دستوري أم خصام حزبي؟ ثلاث توصيفات رئيسية لما حدث بالأمس في واشنطن. تمكن الديمقراطيون وبعد 3 أشهر من التحقيقات من توجيه اتهامات للرئيس ترامب وإحالته إلى محاكمة برلمانية في مجلس الشيوخ، ليكون بذلك ثالث رئيس في تاريخ البلاد تتم محاكمته. ترامب يؤكد أنه غير مكترث. انتهت لعبة الديمقراطيين إلا من خطوة تسليم الاتهامات لمجلس الشيوخ. لكن أين نحن من كل ذلك؟ كيف ترى العين العربية ما يحدث؟ وهل سيتغير حالنا من بعد العزل بترامب أو بدونه؟ نفتح النقاش مع ضيوف اليوم ونبدأهم من المغرب مع الصحفي والباحث حمزة الأنفاسي، ومعنا أيضا في الاستوديو الصحفي المصري عبد الرحمن يوسف الذي أبدأ معه. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. أهلا بك. بداية عبد الرحمن، لو بصينا دلوقتي في الصورة اللي ورانا، هذه هي يعني عناوين الصحف الأمريكية أو حتى الدولية، تقول ترامب impeached. هذا المصطلح باللغة الإنجليزية، هل يمكن ترجمة هذا المصطلح على أنه تم العزل بالفعل الآن؟ يعني هل ينفع نقول أنه ترامب عزل الآن؟ لا يمكن أن نقول أن ترامب عزل الآن، ولكن أعتقد أن إمبيتش له حمولة في اللغة الإنجليزية، يعني فعل يأخذ نوع من أنواع المسار، ولا سيما حينما يوضع في السياق السياسي، بمعنى أنه تمت إدانته من ممثلي الاتهام، والذين هم في هذه الحالة هم أعضاء مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، وهم بالطبع أغلبية ديمقراطية، وبالتالي نستطيع أن نقول أن ممثلي الادعاء أو أعضاء النيابة إنجاز التعبير قد أدانوا ترامب واعتبروا أن هناك لائحة اتهام تستوجب محاكمته، ومن ثم يجب أن ينتقل إلى المحكمة، والمحكمة في هذه الحالة السياسية وفقا للدستور الأمريكي هو مجلس الشيوخ، وبالتالي هم قطعوا نصف الطريق وربما 50% من الطريق في اتجاه إدانة ترامب قضائيا بالمعنى السياسي من قبل مجلس الشيوخ، ولكن بطبيعة الحال مجلس الشيوخ يسيطر عليه الأعضاء أو الأغلبية يسيطر عليها الحزب الجمهوري بعدد 53 والديمقراطيون 47 واثنين من المستقلين، ونحتاج للإدانة التامة من المحكمة أو من القضاء الذي يحاسب الرئيس أن يكون هناك 20 عضوا من الحزب الجمهوري حتى يتم إدانته قضائيا ومن ثم عزله، وهو أمر فيه تحد كبير بسبب أن الجمهوريين على قلب رجل واحد رافضين هذه المحاكمة أو هذه الاتهامات من بدايتها، وبالتالي هم قالوا إمبيش بمعنى أنه أدين بنسبة 50% من أحد الغرفتين الرئيسيتين اللتان تمثلان الكونغرس الأمريكي. طيب، قبل حتى الانتقال لمجلس الشيوخ لابد من رفع هذه الاتهامات إلى مجلس الشيوخ وتسلمها من قبل رئيسة مجلس النواب. نانسي بيلوسي اليوم في مؤتمر صحفي قالت أنها لم تسلم ولن تسلم خلال هذه الفترة، نتوقع أن لا يتم التسليم حتى مطلع العام المقبل. لماذا؟ هي وضعت شرطا رئيسيا، قالت أن تشومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ عليه أن يتفق مع ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على إجراءات المحاكمة، لأنه حينما تنتقل هذه اللائحة وحينما يرسل رسميا إلى مجلس الشيوخ لائحة الاتهام، يبدأ زعيم الأقلية وزعيم الأقلية والأغلبية في وضع الآليات المحددة لإدارة المحكمة الاشتراك مع جون روبرتس الذي هو في هذه الحالة رئيس المحكمة العليا الذي هو يمثل القاضي أو المشرف على إجراءات المحاكمة، وبالتالي هناك نوع من أنواع الجدل المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين، لأن الديمقراطيين يريدون حضور 4 أفراد على رأسهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة وميك مولفيني وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للشهادة، والجمهوريين يرفضون رفضا تاما، وبالتالي يستخدم الديمقراطيين حقهم الدستوري في تعطيل المحاكمة التي يريد الجمهوريين أن يسرعوها حتى يطوى هذا الملف الذي يمثل صداعا كبيرا في رأس ترامب وفي رأسهم، ويعني يفتح دائما ملفات كبيرة تتعلق بإدارة سياسة ترامب اتجاه أوكرانيا في هذه الحالة واتجاه السياسة الخارجية، وبالتالي هي تستخدم هذه الورقة حتى يخضع الجمهوريون للشرط الذين يريدونه ويحضر
يحضروا ويحضروا هؤلاء الاربعه للشهاده للمحاكمه البرلمانيه للشهاده. طيب اسمح لي عبد الرحمن ننتقل الى حمزه. حمزه كل هذه الاسماء ميك مولفيني وترامب ومحاميه وزعيم اقليه واغلبيه، انت اليوم تحدثنا من المغرب، يعني لماذا يجب على المواطن مثلا في الصويره على سبيل المثال ان يتابع هذا المشهد لترامب؟ ما الذي يعنيه هذا المشهد سواء عزل ترامب أم لا لأي مواطن عربي في أي مدينة عربية؟ أولا شكرا عمر على الاستضافة. أود أولا أن أشرح أنه كلمة impeachment في اللغة الإنجليزية لا تعني العزل بتاتا، بل تعني اتهام، ولهذا فالعزل هو removing from office، وهذا كما قال الزميل هو أنه من حق مجلس الشيوخ القيام بذلك. الآن المرور إلى ماذا يمثل هذا بالنسبة للمواطن العادي في الصويرة، فالناس الذين يكترثون إلى حالة السياسة الأمريكية، هذا الاتهام هو اتهام مغاير للاتهامات الأخيرة التي مر منها كلينتون ونيكسون. نيكسون وكلينتون مر من الاتهام في نهاية المرة الثانية لهم في الرئاسة، لذلك فلن يواجهوا الناخبين مرة ثانية، لكن هنا ترامب هو يتهم بتهمتين في بداية في المحطة الأولى للانتخابية، لذلك نعم. لكن حمزة إذا سمحت لي، يعني هذه المقارنة حتى بنيكسون أو بأندرو جونسون، هذه المقارنة يعني جديدة على المواطن العربي وقد لا تمثل له قيمة حقيقة، يعني هو لا يعلم كثيرا أو غير مكترث كثيرا، لكن هذه المرة يبدو أن المواطن العربي بدأ يتابع، بدأ يعلم أن اسم ميتش ماكونيل على سبيل المثال بدأ يتابع هذه الأسماء. لماذا هذا الاهتمام الجديد، وهل هذا الاهتمام مبرر للمواطن العربي؟ نعم هذا الاهتمام هو ليس فعلا بل رد فعل على ما قام به ترامب في الأربع سنوات الأخيرة. ترامب منذ 2015 هو لديه عدة سياسات، لديه عدة تصريحات مناهضة للعرب، مناهضة للمسلمين، مناهضة للأقليات، لذلك فأنا أعتبر أن هذا الاكتراث وهذا الاهتمام من الشارع العربي هو رد فعل على شخص يعتبرونه عدو العرب وعدو المسلمين بسياساته المعادية للمسلمين، بسياساته المعادية للفلسطينيين. فأعتقد أن هذا الامتحان الذي يمر منه ترامب هو بمثابة إشفاء للغليل الشارع العربي، لذلك فالشارع العربي هو مهتم نعم. جدا بما سوف يحصل، وأنا أعتقد أنه الشارع العربي سوف يتابع المحاكمة في السند، وهذا إن لم ينتج عنه أي شيء، على الأقل فالمواطن العربي الآن يهتم ويهتم ويدرك ما يحدث في السياسة الأمريكية التي تؤثر في نهاية المقام على يومه الطبيعي. عبد الرحمن هرجع لك بمقطع مصري بما أن نحن الاثنين مصريين في هذا المشهد. طيب هم بيقولوا دلوقتي أنه بعد انتخاب ترامب ده اللي هيحصل مباشرة، خلينا نشوف الكليب ده ونرجع نعلق عليه. ده هيحصل إيه؟ هيحصل إيه يعني؟ هشوف الويل والعذاب اللي محدش لسه شافه يا باشا. تفتكر ده هيحصل فعلا؟ يعني هنشوف الويل والعذاب، او في دول عربيه معينه بذاتها هتشوف الويل والعذاب لو عزل ترامب؟ يعني لن تصل الى درجه الويل والعذاب، لان في نهايه الامر امريكا دوله مؤسسات، وان كان ترامب اثر كثيرا كما تفضل زميلي حمزه على بسياساته وتصريحاته ورؤيته للعرب والمسلمين والشرق الاوسط، لكن اعتقد ان هناك حلفاء ديكتاتوريين في الشرق الاوسط سيفتقدون ترامب كثيرا، ولا سيما انجاز لي ان اقول ان اسمي بعض الدول، يعني محمد بن سلمان افلت بشكل كبير مما اقدم عليه من فعلته مع جمال خاشقجي، عبد الفتاح السيسي في مصر يعني هو يستند بشكل كبير جدا الى دعم الاداره الامريكيه، ولا سيما دونالد ترامب الذي اسماه ديكتاتوري المفضل. سنجد ايضا نوع من انواع الفرح مؤخرا من قبل بعض المجموعات
الموجودة في يعني في العراق أو في حول تركيا أو ما إلى ذلك كانت تستند إلى ترامب وما إلى ذلك، وبالتالي أعتقد أنه سيحدث فارقا مع كثير منهم، ولا سيما كما أشرت مصر والسعودية والإمارات في القلب منهم، لأنه في نهاية الأمر حتى لو أمريكا دولة مؤسسات، لكن ترامب بالفيتو الذي معه يعني ساهم في منع عقوبات أو منع يعني تعطيل تصدير بعض الأسلحة. الواقع تدخل ثلاث مرات بالفيتو، نعم، من أصل خمسة لإنقاذ السعودية من قرار الكونغرس بوقف. نعم وحتى حدث هذا حتى مع مصر، هناك مواطنون أمريكيون مزدوج الجنسية في السجون المصرية لم يحرك ترامب لهم ساكنا، لم يكن الأمر ليكون هكذا في حالة وجود إدارة ديمقراطية قوية وما إلى ذلك، وبالتالي أعتقد أن حلفاء كثيرون من ترامب، ولذلك يعني إذا تابعت الميديا المصرية وكما نحن مصريين سويا ستجد أن الدعم والخطاب دائما ما يحمل نوع من أنواع التأكيد على بقاء ترامب أو على أن الديمقراطيون ما هم إلا امتداد إلى القوى اليسارية أو مساندين للإسلاميين أو ما إلى ذلك، وبالطبع يتم شيطنة هؤلاء في الإعلام المصري والإعلام العربي، وبالتالي لن يجددوا الويل لأن هناك علاقات استراتيجية عسكرية ثابتة، لكن الحكام والأنظمة ستهتز وستحاول أن تجد مخرجا أو تجد موطئ قدم مع إدارات أخرى، لكن للأسف الشديد هم يعني راهنوا على ترامب كثيرا وهم يرغبون أن يحصل على مرة ثانية من الحكم أو يعني فرصة ثانية للحكم، لكن إذا لم يحدث هذا يعني سيضطرون إلى مراجعة أمور كثيرة. طبعا سنناقش سيناريوهات ما بعد هذه المحاكمة سواء عزل في مجلس الشيوخ أو حتى استمر في فترة رئاسية ثانية، لكن قبل ذلك اسمح لي أبدأ أن أعرض هذا المقطع لأحد السيناريوهات المتوقعة إذا عزل ترامب، لنشاهد هذا الفيديو ثم نعلق عليه. He's not going to be removed. He's not going to be removed. He's not going to be removed. You feel confident in that? My 357 Magnum is comfortable with that. End of story. And they remove him in the Senate? Mm-hmm. I think it would cause physical violence in this country that we haven't seen since the first Civil War. I think it will become the second Civil War. طيب هذا التعليق من محمد العبيدي. العبيدي يقول أمريكا مقبلة على حرب أهلية إذا تم عزل ترامب. حمزة، هل توافق على هذا الرأي؟ بداية هناك استطلاعات رأي بالفعل تؤكد بأن ثلثي الأمريكيين يرون بأن الولايات المتحدة مقبلة على تصعيد قد يصل إلى حرب أهلية، هل توافق على هذا الرأي؟ هو في اعتقادي أنه أولا قبل الحديث عن إن كان هناك حرب أهلية في الأفق أم لا، يجب أن نتحدث عن ما دور ترامب في شحن هؤلاء الناس. أتذكر أنه في إحدى تصريحاته قال بالحرف أنه إذا تم عزلي من الرئاسة فإن هناك حرب أهلية في الأفق. هذا أولا. ثانيا، ترامب ما هو إلا مغرد ومردد لأشياء تحصل في الأنترنت منذ أكثر من عقد من الزمان. أتذكر في 2014 لما كان هناك صراع لبندي، هناك عائلة بندي في نيفادا، حيث هنا كان هناك أكثر من 1000 رجل مسلح أبيض طردوا ممثلي الحكومة الفيدرالية الأمريكية، فكانت هناك بوادر حرب أهلية أراها منذ مجيئي إلى أمريكا في 2012، لأنها نفس البوادر التي كنت أرى في دول عربية أخرى قبل وأثناء وبعد الحرب الأهلية. الآن إلى هل هناك فعلا أرى، أنا لا أظن أنه الناس الذين يدافعون على ترامب لا أظن أنهم سوف يمرون إلى مرحلة العمل، لأنه كما كنت حاضرا لإحدى المظاهرات التي حصلت في واشنطن دي سي، والتي كان مدعو أفضلية البيض يقولون بأنهم سوف يأتون بالأسلحة وكذا وكذا، لكن هذا فقط كان كلاما. أعتقد أن الأمن في أمريكا لن يسمح بذلك. وكالات الاستخبارات الأمريكية ب17 وكالة استخبارات لن تسمح بذلك بتاتا، لكن هناك بوادر شرخ كبير في المجتمع الأمريكي ممكن أن يؤدي حسب رأيي إلى حتى انقسام أمريكا إلى دولات أصغر.
نعم، هذه نقطة هامة جدا تم طرحها بالفعل. عبد الرحمن، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي سريعا المناظرات الرئاسية اليوم، جولة جديدة من الديمقراطيين، هل تتوقع أن يتم مناقشة قضايا ما بعد عزل ترامب في ملف السياسة الخارجية بشكل موسع؟ السياسة الخارجية كانت دوما مهمشة في هذه النقاشات، في إجابة سريعة لتفضل. نعم، هو ربما لأن وجود هناك فقط 7 من المرشحين في هذه المناظرات سيكون هناك وقت طويل لكل مرشح للحديث عن هذا الأمر، وبالطبع سيتم التطرق للسياسة الخارجية لأن قضايا ترامب الأساسية التي ورطته في تقرير لجنة مولر والإمبيتشمنت حاليا أو مسألة العزل حاليا هي بسبب قضايا خارجية، والغضب الكبير الذي يعني وجه إلى ترامب كان بسبب مسألة اللاجئين، سواء اللاجئين العرب حينما منع السوريين أو مسألة المسلم بان 6 دول من بينهم 5 دول ذات أغلبية مسلمة وما يجري في الحدود الجنوبية. وبالتالي أعتقد أن السياسة الخارجية سيكون لها مساحة أوسع اليوم بسبب قلة الأعداد وبسبب سيطرة القضايا الخارجية على الملفات حتى الداخلية، على الملفات الداخلية، وعلى أن ترامب يعني أكثر ما يسيء إليه هو حديثه عن الآخرين من خارج أمريكا. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، والشكر متواصل أيضا لحمزة الأنفاسي من المغرب، والشكر متواصل لكل متابعينا. هذا كل ما لدينا اليوم في هاشتاج من واشنطن، نترككم في رعاية الله وأمنه.